مشاهدين الأكارم، من وقت القهوة ننتقل إلى صدى الجامعات، حيث الطاقة الإيجابية والخطوات الفعلية لتحقيق النجاح. وسوف ننطلق من جامعة كربلاء مع زميلنا ومراسلنا ليث الخفاجي لنطالع أهم المستجدات التي تحدث في الجامعات، وبضيافة زميلنا ليث الخفاجي الأستاذ المساعد لرئيس جامعة الشؤون أو مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ نجم عبد الحسين. نرحب بك ليث، وأسعد الله صباحك إن شاء الله وبضيفك الكريم، وإن شاء الله صباح مليء بالطاقة الإيجابية والتوفيقات. صباح الخير والعافية عليك ليث. نعم زميلاتي، أسعد الله صباحكم وصباح كل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. نحن اليوم نتواجد في هذا الصرح التعليمي المهم في جامعة كربلاء. حقيقة اليوم مثل ما تعرفون يعني فقرة صدى الجامعات تسلط الضوء على أهمية هذه الجامعات والبحوث المشاركة والمؤتمرات التي تقيمها. كل هذه الأمور هي تضيف ميزة وتضيف تقييم عالي للجامعات. حقيقة اليوم مثل ما تعرفون كل الدول المتقدمة والدول النامية تطور من مؤسساتها التعليمية، تطور من مؤسساتها الحكومية بشكل عام، تطور من المجتمع هو عن طريق الجامعات وعن طريق البحوث العلمية. كما تعرفون هنالك أيضا أخبار كثيرة عن جامعة كربلاء في الفترة الأخيرة في مجال التصنيفات العالمية، في مجال إقامة المؤتمرات الدولية المهمة، وكذلك الندوات من مشاركة كوادر علمية من مختلف الدول. هنالك أيضا توأمة مع جامعات مختلفة. كل هذه الميز وكل هذه الإمكانيات تضيف شيء جديد إلى جامعة فرح. نعم، إذا كان هناك سؤال. إذن كان هناك لديك الكثير من المعلومات والمحاور اللي طرقت إليها على عجالة، إن شاء الله نتعرف على التفاصيل معك ومع ضيفك الكريم. نترك لك الحديث. نعم زميل، نعم هو أكيد هنالك تفاصيل كثيرة. راح أترك الحديث لضيفي لهذه التغطية المباشرة الدكتور نجم عبد الحسين المساعد، مساعد رئيس جامعة للشؤون العلمية، راح يحدثنا أكثر عن هذا التفاصيل. دكتور بداية السلام عليكم، مرحبا بك معنا في شاشة قناة كربلاء. بالبداية نتحدث يعني اليوم عن التصنيفات، تصنيفات الجامعة الدولية والمحلية، وكيف تم هذا التصنيف، كيف ارتفعت تصنيفات هذه الجامعة، جامعة كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مشاهدي قناة كربلاء المحترمين. طبعا يعني بادئ ذي بدء أنه التعليم العالي يقف على ثلاثة أعمدة: العمود الأول هو التعليم، العمود الثاني هو خدمة المجتمع، والعمود الثالث هو البحث العلمي. التقييمات المؤسسات العالمية لغرض رفع الجامعات في التصنيفات المختلفة يعتمد على هذه التقييمات الثلاث، يعني ماذا تعمل في الجامعة في مجال التعليم العالي، ماذا أنجزت في مجال البحث العلمي، وماذا أنجزت في مجال خدمة المجتمع. لجامعة كربلاء كما تعرفون مشاركات مهمة في جميع هذه المجالات، والآن رغم أن جامعة كربلاء تعتبر من الجامعات الحديثة إلا أنها ارتفعت في مستواها العلمي والخدمي والتعليمي، بحيث الآن جامعة كربلاء تتراوح في مركزها بين الجامعات العراقية ما بين 11 إلى 12 في تسلسلها، وبذلك قد أحرزت تقدما كبيرا في مجال البحث العلمي. لدينا البحث العلمي موجود في جميع يعني المجالات العلمية والإنسانية، كذلك لدينا براءات اختراع كثيرة، لدينا مؤتمرات علمية، وبذلك تصنيفنا يعتبر من التصنيفات الجيدة رغم العمر القصير لجامعة كربلاء. دكتور نتحدث اليوم يعني عن دعم الرئاسة، رئاسة الجامعة في البحوث العلمية اللي يعني يقيموها الأكاديميين، اللي يقيموها الطلبة، شلون يعني الآلية تصير على مود يوصلون أو يرفعون مستوى الجامعة؟ والله حقيقة يعني رئاسة الجامعة داعمة بشكل كبير جدا، ويشهد ذلك الداني والقاصي في ذلك. يعني واحدة من الأمور المهمة أنه يمنح السيد رئيس الجامعة للبحوث المتميزة شكر وتقدير، وفي بعض الأحيان مكافآت مالية رغم الشحة المالية اللي تواجهها الجامعة بسبب ما يمر من ظرف البلد بالكامل. أيضا احنا نحاول أنه نقرب الإخوان اللي عندهم براءات اختراع واللي عندهم بحوث في مستوعبات سكوبوس أو مستوعبات كلاريفيت، بحيث ايضا نمنحهم المناصب العلميه المحترمه ليؤدوا واجبهم بشكل يعني اكبر واقرب الى الواقع. يعني تحدثنا احنا عن مجله سكوباس العالميه، اليوم جامعه كربلاء
يعني بخصوص المجلات العالميه باصداراتها ببحوثها العلميه مشاركاتها والتوأمه مع الجامعات الاجنبيه والعربيه، كيف نتحدث عن هذا الموضوع؟ طبعا انا تكلمت قبل شويه وقلت رغم انه حداثه جامعه كربلاء لكن احنا لدينا في جامعه كربلاء المجله الاولى على الجامعات العراقيه وهي كربلاء انترناشونال جورنال فور بيور ساينس، يعني مجله كربلاء الدوليه للعلوم الصرفه. هذه تحتل المرتبه الاولى على مستوى الجامعات العراقيه كلها، بحيث فيها ما يسمى بالإمباكت فاكتور أو معامل التأثير 3.16، بينما أقرب الجامعات إنه هي لربما جامعة بغداد اللي إمباكت فاكتور مالتها 1، وبذلك تتميز جامعة كربلاء في هذا المجال بصراحة نتيجة الدعم المتواصل للرئاسة لهذه المجلة ودعمها ماديا ومعنويا. المجلات عندنا تقريبا 11 مجلة في الاختصاصات المختلفة، نحاول في الآونة الأخيرة أن نرفع هذه المجلات إلى مستوعبات سكوبوس ونعمل جاهدين في سبيل ذلك. أما بالنسبة إلى التوأمة فلدينا توأمة مع مجموعة كبيرة من الجامعات على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي. فمثلا على سبيل المثال لدينا مع الجامعات العراقية المختلفة، لدينا مع جامعات إيرانية 9 جامعات إيرانية، لدينا مع جامعة مصرية، لدينا مع جامعة هولندية، ولدينا مع جامعة بلجيكية. وبذلك يعني لا بأس في هذا المجال، في مجال التعاون، ونحن نعمل جاهدين في إنجاز مجموعة من المهام أثناء أو من خلال عملية التعاون اللي تجري مع الجامعات المختلفة. دكتور عفوا، كيف يعني نفهم المشاهد عفوا أو نعرف المشاهد اليوم البحوث العلمية كيف أسهمت في تطوير ورفع المستوى العلمي والأكاديمي للجامعة؟ هل البحوث العلمية اليوم في جامعة كربلاء أسهمت في تغيير شيء أو تجديد شيء؟ والله حقيقة نحن نحاول، باعتبار أنه المؤسسات سواء على المؤسسات الدولة العامة أو المؤسسات الخاصة والشركات بصراحة يعني لا يعني تقدر هذا العمل العلمي بشكل واضح أو تتخوف في بعض الأحيان، ولكن في الحقيقة ممكن الاستفادة وقد تم الاستفادة من بعض المشاريع. مثلا هنالك لدينا استشاريين في مجال المجاري، استشاريين أيضا قدمناهم في مجالات العتبة المختلفة، في مشروع الساقي، في مشروع فدك، وبالتالي يعني هنالك استفادة، باعتبار أنه أنا مثل ما قلت سابقا أنه واحدة من المهام الرئيسية للجامعة هي خدمة المجتمع، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نقتحم المجتمع ليستفاد من خدماتنا. دكتور عفوا، يعني احنا اليوم نتحدث بشكل عام عن هذا القطاع التعليمي، عن الجامعات، كيف هذه الجامعات بمستواها بكوادرها تطور من المجتمع وتطور من المؤسسات البقية كجهاز ساندة؟ يعني عفوا، حقيقة لدينا أقسام متخصصة في هذا المجال، مثلا لدينا قسم التأهيل والتوظيف ولدينا قسم التعليم المستمر، هذا يعمل جاهدا في سبيل تطوير المجتمع، مثلا من خلال الدورات، من خلال التأهيل، من خلال تقديم المشورة، إضافة إلى البحث العلمي، إضافة إلى براءات الاختراع التي لدينا يعني أكثر من 100 براءة اختراع بالجامعة، هذه كلها تساهم في خدمة المجتمع، في خدمة الشركات، في خدمة المؤسسات العامة، وبالتالي نحن نطور من حيث نعلم أو لا نعلم، ومن حيث نهدف إلى ذلك أو لا نهدف إلى ذلك. كل هذه المشاريع وكل هذه التطورات الحادثة في الجامعة من البحث العلمي، من خدمة المجتمع، نعم، من الدورات المستمرة اللي نقيمها للموظفين، للمهندسين، نعم، للأطباء إلى آخره، كلها تسهم في عملية تطوير المجتمع أكيد. نعم، نعم زميلة. أحسنتم، وشكرا جزيلا لكم لهذا الطرح صراحة. شكرا لك ولضيفك الكريم الرئيس مساعد جامعة كربلاء أو مساعد رئيس جامعة كربلاء للشؤون العلمية، شكرا لكل ما تفضلتم به. طبعا هذا المستوى العلمي المتفوق والراقي، نسأل الله إن شاء الله المزيد من التألق لجامعة كربلاء الرصينة. شكرا لك ليث، وإن شاء الله نلتقي وإياك في جامعات أخرى.